تحية مميزة لهذا الصندوق والتي من افتتحت أول الانطلاقات اليازي ناصر بن سعيد الوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ينطلق الشوط وتنطلق الأمال وطموح المشاركين مع القعدان المشتركات في هذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير مع مقدمة الشوط. المركز الأول بلقى شاهين على الصدارة، صالح بن سليم العامري قدم شاهين مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني كذلك أيضا هناك شاهين عندك يا صالح بن سليم العامري، وتدخل من خلال تواجد شاهين والسيل بن الدحبة بن قزول العامري ياتي كذلك بدوره مع المركز الثالث، وتدخل من خلال تواجد شاهين علي بن سالم بن سعيد العامري، وصل مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره ما شاء الله وتبارك الرحمن. لكن اتابع المركز الثاني، المركز الثاني تدخل مع شاهين والسيل بن الدحبة بن قزول العامري، وصل مع المركز الثاني بن قزول مشكور على هذا الانطلاق والتحدي المثير ما شاء الله وتبارك الرحمن. لكن بعود على الصدارة مع شاهين، بعود على الصدارة ومقدمة الشوط علي بن سالم بن سعيد العامري، هذا هو راع الرقود، ياتي بهذه النوعيات وياتي بهذا الابداع المستمر. لكن هناك اتابع المركز الثاني، الله الله يا سلام، اللي هو شاهين والسيل بن دحمة بن قزول العامري بدا يدخل مع المركز الثاني واللحظات الاخيرة. يا سلامي على هذا الابداع، يا سلامي على هذا التحدي والإثارة. الانطلاقة الأولى لهذا الصندوق مع هذا القيل الصاعد مع عالم الأصالة والصندوق العام أيضا ياتي بهذه النوعيات وياتي بهذا الدرر في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. غير اللي هو شاهين السيل بن دحمة بن قزول العامري يتقدم بهذا التقدم المثير وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. فتهانينا وناموسة ولحظة وصول شاهين السيل بن دحمة بن قزول العامري لك التحية على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أيضا هناك عند علي بن سالم بن سعيد العامري اللي هو شاهين، والمركز الثالث عند حمود بن علي بن حمود الكلباني. هذه هي نتائجنا وتوقيتنا دقيقتين و16. تهانينا والناموس نبعثها لمالك أيضا شاهين السيل بن دحمة بن قزول العامري لك التحية على هذا الفوز والانتصار.